السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم التربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الأول الدورة الأولى من المستوى الخامس ابتدائي الموسم الدراسي 2022-2023 مادة النشاط العلمي. إذا كنت درت معكم مادة النشاط العلمي الفرض الأول نموذج رقم واحد وحقق الحمد لله واحد النجاح اللي هو كبير، وصل أكثر عدد من المتابعين، أكثر من 10,000 متابع ومستفيد. اليوم إن شاء الله غادي نديروا النموذج رقم 2، كنتمنى أنكم تفعلوا معه أكثر وغادي يفيدكم بإذن الله. إذا الفرض الأول الدورة الأولى النموذج رقم 2 دائما في مادة النشاط العلمي وبالنسبة للمستوى الخامس. إذا عندي هنايا ثلاثة ديال الأنشطة، نشاطين باللغة العربية ونشاط ثالث وهو باللغة الفرنسية. لنبدأ بالنشاط الأول، انتبهوا معي. النشاط الأول أملأ الفراغ بما يناسب. إذن هاد الفراغات هادو نملؤهم بما يناسب. إذن شحال عندي ديال الفراغات؟ عندي 6 ديال الفراغات، 1 2 3 4 5 6، وعندي 6 ديال الكلمات غادي نكمل بهم. إذن القلب عبارة عن تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم. إذن القلب هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مضخة، قريناها في الدرس. إذن هو عبارة عن مضخة، نعم، هو عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى ماذا؟ إلى جميع أعضاء الجسم. إذا حيد مضخة، إذا مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية. تنقل ماذا؟ إذا نمشي ونحيد العروق الدموية، إذن عبر العروق الدموية تنقل مواد القيت والأكسجين. شكون اللي كينقل مواد القيت والأكسجين؟ واش الدم، الشعيرات الدموية، ولا الشرايين، ولا النفايات؟ طبيعة الحال الشرايين. إذن تنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة، والأوردة تحمل نفايات. إذن الشرايين تنقل مواد القيت والأكسجين، بينما الأوردة تحمل النفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها. هذه النفايات يتخلص منها عن طريق الأوردة، نعم. ويتم على مستوى، نحيد الشرايين وكذلك النفايات، كيبقى لنا الدم والشعيرات الدموية. إذن ويتم على مستوى ماذا؟ واش الشعيرات الدموية ولا الدم؟ على مستوى التبادل بين الأعضاء. وإذن طبيعة الحال يتم على مستوى الشعيرات الدموية. إذن يتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. طبيعة الحال بين الأعضاء والدم. إذن التبادلات تتم ما بين الأعضاء والدم. إذن نقرأ الفقرة. القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية، وتنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة نفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها. ويتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. إذن هذه فقرة كانت تتعلق بالجهاز الدوران. إذن هذه الفقرة هذه كتعلق بداك الدرس دي. إذن هذه الفقرة كانت كتعلق بالدرس ديال الجهاز الدوراني، أعضاؤه وكذلك ووظائف هذه الأعضاء لدى الإنسان. نعم، دوزو لا دوزيام كيستيون كي اون فرونسي. إكري فغي أو فو دوفون شاك فراز. إذن غنكتبو هنايا فغي صحيح إلا كانت العبارة صحيحة، وغنكتبو فو إلا كانت العبارة خاطئة. إذن la veine conduit le sang des organes vers le cœur. إذن الأوردة تنقل الدم من الأعضاء إلى القلب. واش صحيح ولا خطأ؟ إذن الدور ديال الأوردة وهو نقل الدم من ماذا؟ من الأعضاء نحو القلب. نعم صحيح. إذن vrai. Bien, إذن la veine conduit le sang des organes vers le cœur, vrai. L'oxygène de l'air passe dans le sang à travers les vaisseaux sanguins. واش هنايا بصح الاكسجين ديال الهواء، الاكسجين ديال الهواء كيدوز او بيان باس dans le sang، كيدوز للدم à travers، عن طريق الشعيرات الدمويه. إذن ماشي عن طريق الشعيرات الدمويه، بل عن طريق les alvéoles pulmonaires. D'accord. Donc هذه
عبارة خاطئة. تمام. العبارة الثالثة: لي غان سون دي فغي فيلتر، الكلي هما مصفات حقيقية. نعم، إذا الكلية هي مصفات حقيقية، وغنديرو فغي. لو بوزوان اون انرجي دو كور، يعني الحاجة الطاقية للجسم، ديمينو افيك سون اكتيفيتي، يعني كتنقص الحاجة ديال الطاقة منين كيزيد النشاط. واش فغي هاد؟ هادي فو. علاش؟ لأنها العكس. لو بوزوان اون انرجي دو كور اوغمونت افيك سون اكتيفيتي، يعني كل ما كان لاكتيفيتي كبير، يعني النشاط اللي هو كبير، كل ما زادت زاد الاحتياج ديال الطاقه. صافي. دونك لا فين كوندوي لو سون دي زورغان فيغ لو كور فري، لوكسيجين دو لير باس دون لو سون اترافير لي فيسو سونغان فو، لي غان سون دي فري فيلتر فري، اي لو بوزوان اون انرجي دو كور ديمينو افيك سون اكتيفيتي سي أفو. نمر الآن إلى النشاط الثالث والأخير في هذا الفرد، وهو نشاط سهل جدا. أتمم الرسم التالي بكتابة أرقام الكلمات التالية. إذا عندي بعض الكلمات وعندي واحد الرسم، هو هذا. السؤال الأول هو أنني غادي نكمل هذا الرسم بكتابة الأرقام. إذا عندي واحد كلية، ثانيا شريان أو شريان، ثالثا وريد، رابعا وريد، ثالثا وريد، وهنا يا رابعا وريد عاودتها، دونك هنايا وريد كاين غير واحد المرة. خامسا إحليل، وسادسا مثانة، وسابعا حليب. نورمالمون هنا خاصها تكون أربعة، وهنا خمسة، وهنا ستة. نعم، إذا سنبدأ. أولا سنبدأ بالكلية، رقم واحد هي، إذا نديرو هنايا كلية. نعم. رقم اثنان هو الشريان، أين يوجد الشريان؟ هو اللي باللون الأحمر، إذا اثنان. كتم التبادلات. ثم ثالثا عندنا وريد، وريد وهو باللون الأزرق. ثم رابعا عندي الذي ينقل البول إلى المتانة، وهو الحالب. أربعة. ثم خامسا لدينا المتانة، وهي هذه متانة البولية، المتانة البولية. ثم سادسا وأخيرا عندي الحالب. باردون. هنا عندي الحليب، وهنا عفوا الإحليل وليس الحليب، هنا الإحليل. إذا رقم خمسة، رقم أربعة، فين هو أربعة؟ هو لا، إذا هنا ستة، هنا ستة. الحليب هو رقم ستة، بينما الإحليل رقم أربعة. صافي. إحليل هو رقم أربعة. إذا هنا رقم واحد كلية، رقم اثنان شريان، رقم ثلاثة وريد، رقم أربعة الإحليل، رقم خمسة المتانة، ورقم ستة هو الحليب. نعم. سؤال الموالي: اعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا غنحاول نعطي واحد العنوان اللي هو مناسب لهذا الرسم هذا. إذا هذا الرسم هذا شنو كيبين ليا؟ إذا هو رسم تخطيطي لماذا؟ للجهاز البولي. إذا نديرو رسم تخطيطي للجهاز البولي. اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، اللي كان كيخص الفرد رقم واحد، الدوره الاولى، النموذج رقم اثنان، ماده النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي، الموسم الدراسي 2022-2023. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. درنا مجموعه من الفروض ومجموعه من الدروس. مجموعه من الفروض غادي تلقاوهم في لي ليان ديسكريبسيون، في الديسكريبسيون غتلقاو بزاف ديال لي ليان، دخلوا ليهم وغادي تستافدوا، انا متاكد. عندنا في اللغه الفرنسيه كذلك، النشاط العلمي كذلك، الرياضيات واللغه العربيه الى غير ذلك من المواد. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، بارطاجيو الفيديو والفيديوهات ديال القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم، باش توصل اكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات والمشتركين والمشتركات. مرحبا بكم، والسلام عليكم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.